رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ومثل ما حكينا بالبداية فرح تحضير للامتحانات. نحن هلا بفترة امتحانات، وهي الفترة كتير صعبة وكتير حساسة. تحضير للامتحانات الشهادة الثانوية أو حتى الأساسية بياخد وقت وجهد كتير كبير من الأهل ومن الأبناء بنفس الوقت. كتير أسئلة بتتمحور ببالهم، يا ترى ابني مستعد لهي المرحلة المفصلية؟ نفس الوقت الطالب بحس بضغط نفسي كتير كبير عليه. عن كل هاي التساؤلات رح نحكي أكثر مع ضيفتنا لليوم رند نظر، اختصاصية بالإرشاد النفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. كنا عم نحكي اليوم قدي صعبة هي المرحلة، يمكن وذاكرتنا قدي محملة، يمكن سلمى بتفاصيل فحص ومراجعة تمام وأهل. خلينا نبدأ أول شيء قبل ما نحكي عن بالتفصيل عنها، قدي اليوم يمكن بهي المرحلة قد ما بتحمله من ضغط بيجي كمان ضغط الأهل من ناحية تانية على الطالب. صحيح. قدي هاي الشيء يمكن سلاح له حدين، سواء بدعم الطالب أو حتى يمكن أنه يخفض شوي من ثقته بنفسه. هلا أقول لك شغلة، هو مثل ما ذكرتي هالمرحلة جدا فيها ضغط نفسي على الطالب، لأنه في عنا خلينا نقول مثل تحديد مصير لاحق. هلا خلينا نقول إذا كيف سلاح ذو حدين، دعم الأهل أو تشجيعهم حتى ضغطهم. هلأ هو شوية الضغط هي أحيانا بتكون مهمة لحتى تحفز الطالب أنه يحس بالمسؤولية، أنه في عنا تحديد مصير، لكن زيادة الضغط ورفع سقف الطموح للأهل أنه لازم تجيب أحسن شيء، هذا بشكل أكثر ضغط على الطالب، بيشعره بالإحباط. وخصوصي مثلا لنفترض إذا كان الأهل عندهم توجه معين بدك تفوت هذا الفرع المخصص، وهو عنده ميول واتجاهاته رايحة باتجاه ثاني، هي أصعب شيء. صحيح. نقطة ثانية ممكن كمان يحس بشعور بالذنب اذا هو ما قدر يحقق الشيء اللي اهله عم يطمحوا فيه، انه انا مثلا حخيب امالهم، حتى بحطه بصراع نفسي انه انا في رغبه مخالفة رغبة أهلي. تمام. وهذا الشيء بصير هو كتير قلق فيه، وحتى بيسبب له أنه هو بصير بخاف أنه يتخذ حتى عدم توازن بشخصيته. تمام، عدم توازن بشخصيته. وشغلة تانية أنه بصير بخاف أنه مثلا أنا أفقد محبة أهلي، أفقد تأييدهم، لأنه إذا أنا خالفت رغبتهم فتت مجال مختلف. هلأ في شغلة تانية أنه نحن على المدى البعيد في عنا هون ضرر للمدى البعيد، اللي هو دائما الاهل اصرارهم انه دائما ابنهم يكون كامل. هون بصير في عنده هو منهج حياته هو السعي الدائم للكماليه، انه انا لازم اكون ناجح بكل شيء والا انا حكون فاشل. هلا هون بينعكس هذا الشيء لبعدين على مستقبله وعلى حياته، على مستقبله وحياته، حتى بصير مرونته النفسيه انه هو يتلقى مثلا هلا الحياه فيها صدمات كثير، ممكن يتلقى صدمه فشل، لكن نتيجة انه هو دائما رافض شيء اسمه فشل نتيجة تربيته، بصير وقت بيتلقاها هون كمان بصير في عنده ما حيحسن يواجه هي الصدمة، وحتى ثقته بنفسه بتختل، توازنه النفسي بيختل. صح. وحتى بصير انه انا مالي ناجح الا اذا كانوا الاخرين راقوني اني انا ناجح. طيب هون بدنا نسأل، يعني هي مرحلة التحضير نحن ما بنقول بس اللي عم بيحضر هو الطالب، اكيد الاهل عم بيحضروا. طبعا. يمكن حكينا سابقا وكثير، كل مرة بيكون بفترة الامتحانات نرجع نحكي عن نفس الفكرة، كيف الأهل بدها تتعامل مع أبناء تحضرون؟ لأنه شهادة التاسع أو البكالوريا هي مو هلأ، يعني مو هاي السنة، في مرحلة بتسبقها. فأنا كيف بدي أحضر بهذا الوقت لحتى ما يجي على آخر شهرين أو آخر ثلاثة شهور أنا عندي مفاجأة وأبنائي عندهم مفاجأة؟ صحيح. نقطة كتير مهمة حكيتيها أنه أنا أحضر أبنائي سابقا، يعني الفكرة أنه بصير بالأهل أنه مثلا آخر شهر هو شهر الانقطاع، هذا شهر الدراسة. لا، هي الدراسة مو هلأ، هي الدراسة من بداية السنة، حتى من السنوات السابقة أني أنا عود ابني يتحمل المسؤولية، وأنه الامتحان له أهمية مو بس هداك الامتحان، ينظم وقته، يعرف كيف يأخذ فترات الاستراحة، كيف هو شخص مسؤول عن دراسته، مو الأهل هنا اللي عم يتابعوه. هي فهي خطوات سابقة بمراحل سابقة. ممكن كمان عندنا التحضير البكالوريا والتاسع هي بتكون من بداية السنة، إنه كل درس بدرسه، المراجعات، التنظيم، وحتى الترفيه بالإضافة، إنه هذا التوازن هذا بحقق للطالب راحة نفسية. فوقت بيجي هو للفحص أو شهر الانقطاع هو بيكون مرتاح نفسيا، إنه أنا فقط هلأ عم راجع هذا المنهاج اللي أنا المفروض كون دارسه، بيكون عنده ترتيب أولويات أفضل. عرفتي كيف؟ والنقطة الثانية إنه حتى الأهل كيف يخففوا ضغط. هلأ نحن لنفترض خلاص إنهم ما حسنوا يلحقوا ابنهم سابقا، صاروا بهذا الأمر الواقع، طب نحن شو ممكن؟ طلعت النتائج جاب هذا المعدل، الأهل يكونوا راضين تقريبا إنه هذا الجهد اللي طلع منه. طيب هذا الخيارات، هلأ نحن شو عنا خيارات متاحة لهذا ابننا؟ منناقشه بالإمكانات المتاحة بحسب ميوله اتجاهاته، وبالإضافة بنبحث بقى نحن إنه عن الأفضل بالنسبة له
طبعا بمناقشته ما يكون تم كمان اجبار لا حصرا بدك تفوت هذا الاتجاه لانه ممكن كمان هو يفشل فيه بالمستقبل. تماما. حكيتي عن نقطه يمكن كثير مهمه انه نحن طلعت النتائج رند وان شاء الله يا رب ما بتصير مع اي طالب كانت غير مرضيه نوعا ما وبتبدا رحله العتاب الطويله من الاهل وبحسوا انه انتهت الدنيا. فخلينا نحكي عن هي النقطه بالذات قد ايه مهم نحن نستوعب النتيجه شو ما كانت ونرجع من اول وجديد. تمام. هلا حقول لك العتاب واللوم ما حيفيد اي شيء غير انه حيزيد التنبله، يعني حيصير هذا الطالب هو ثقته اكثر رح تهتز بنفسه، رح يحبط اكثر، رح يحس انه هو فاشل، رح يحس نهايه الدنيا، هلا هو ممكن هي ثغره او خلينا نقول عقبه واجهها بحياته، الاهل هون المفروض انه هن يساعدوه انه يتخطاها، يتعلم من درسه، يعني خلينا مثلا نقول لا قدر الله هو رسب. طيب نحن معناها من السنة الجاية لازم حنعيد، نحن من البداية حنكون منظمين وقتنا، حندرس أكثر، طريقة حفظنا حنغيرها، ممكن يكون في طريقة دراسة هي خاطئة، هون تشجيع الأهل بهالنقطة، هون الطالب هون بحس إنه في دعم من أهله، هن ما صاروا إنه ضده وصاروا يلوموه، بالعكس إنه هن داركوا الوضع، إنه شفت أنت مثلا طريقتك ما جابت نتيجة، خلينا نحن ندرس بشكل صحيح أكثر، حتى نقطة ثانية إنه لنفترض مثلا نجح إن شاء الله ومثلا ممكن كانت العلامات غير مرضية بالنسبة للأهل، هون الأهل إنه يرضوا بالنتائج يرضوا وانه يشوفوا شو الشغلات اللي طلعت لابنهم شو الخيارات وكمان يبحثوها الامكانات حتى الماديه للاهل والامكانات الطالب نفسه انه شو بتسمح انه هو يدرس شو ممكن يتجه اي اتجاه بالمناقشه معه ممكن يتحدد يعني ان شاء الله الافضل له. أكيد. يمكن بمرة من المرات استقبلنا حدا من المتفوقين والمتميزين فكان اتجاهه لا بده لا طب ولا هندسة ولا هي اللي خليني أقول الكليات اللي كل الأهل بيطمحوا أن أولادهم يدخلوا فيها كان اتجاهه لشيء تاني بسيط فحتى يعني كان في حالة استغراب سألنا الأهل أنه كيف موافقين قال مدام هو شايف نفسه رح يتميز وهو بالنهاية جاب أعلى العلامات فهي حريته لهيك عم بسألك أنه مو شرط نحن نجيب علامات عالية بس لنفوت الكليات اللي هي اللي مثل ما بيقولوا بتاخد أعلى علامات تماما. كيف فينا نساعد الأهل بأنه كمان حتى هن يساعدوا أولادهم باختيار الفرع تمام. المناسب أول شيء أنه الأهل يدركوا أنه هن بيضغطهم على ابنهم رح يكون في نتائج سلبية على نفسيته نقطة، نقطة ثانية إدراكهم إنه إحنا بحاجة كل التخصصات، خصوصي بهذا الوقت الحالي، يعني إحنا ما عندنا تخصص معين هو أفضل التخصصات ولا تماماً. هذا، بالعكس هو بمجرد ما إنه الطالب عنده الميل والاتجاه إنه لهذا المجال هو حيبدع فيه، تماماً. وحتى حيبدع فيه كدراسة وبعدين لاحقاً إن شاء الله بسوق العمل تماماً، إنه هو حيكون إنسان منتج مبدع، إحنا هذا اللي بيهمنا، في كثير أشخاص تم إجبارهم مثلاً يفوتوا اتجاهات معينة اول شيء بخلال الدراسه يعني بلاقوها كثير صعبه عليهم وحتى بعدين بسوق العمل ما حيحسوا يبدعوا فيها لانه هن مو حابين هذا الاتجاه كله فمشان هيك هو الشغل على الاهل انه يكونوا واعيين بهالنقطه انه هن مثلا عم يطمحوا لابنهم يكون اتجاه معين فرع معين بيشوفوا المجتمع انه هذا افضل شيء هون يتناقشوا بينهم بين نفسهم حتى مع ابنهم انه انا ما عندي هذا الاتجاه احيانا صح. ممكن احيانا يتوجهوا للطب مثلا لكن انه الطالب او ما عنده هالقدره مثلا يشوف يعمل عمليه جراحيه فهو مستقبله شو رواه شفنا هي نماذج رند يعني انا بتذكر من الحياه العمليه من الوسط المحيط مجرد الطالب سلمى تفوق بشهاده البكالوريا خلاص فهو اتجاهه طب لازم يكون تمام. حتى لو هو ما عنده هي المؤهلات الثانيه اللي بتخليه ينجح ويستمر بهذا الفرع تمام. هلا هي الطالب يلي بيعرف شو بده مثل ما بنقول الطالب المتفوق يلي ما بيعرف اي فرع ممكن يفوت تمام. كيف الاهل بيقدروا يمكن يعرفوا شو هي ميول ابنهم والعلامات موجوده بكل الاحوال تمام. هلا في نقطة كثير حلوة حكيتيها انه خلينا نحكي اذا مثلا الاهل كانوا داعمين وبيعرفوا او ما بيعرفوا وكان هذا الطالب عنده مجموع حلو او حتى ما يعني بس ما بيعرف ميوله واتجاهاته، هلا نحن اذا الاهل عندهم قدرة هلا نقول انه في اهالي كثير عندها الوعي وبتعرف اتجاهات ابنائها فممكن يتناقشوا معهم انه مثلا انت لاحظت كان عندك ميل بهالامور ما عندك ميل بهالامور، هلا اذا الاهل كمان ما عندهم درايه بهذا الموضوع نحن في عندنا مركز اسمه التوجيه المهني هذا تابع لجامعه دمشق بيقدم استشارات حول الميول المهنيه للطالب يعني ممكن استشارات مهنيه فهون الطالب بيعرف ميوله واتجاهاته ممكن يساعده هذا الشيء على تحديده، النقطه الثانيه ضروري كثير من الاهل انه وقت تطلع المفاضلات يشوفوا شو مثلا الخيارات المتاحه لابنائهم انه يشوفوا هذا الفرع يسالوا عنه بالجامعه يسالوا عنه اهل الاختصاص انه شو مستقبله شو فرص عمله وفي كثير من الاهالي احيانا بتشوف في افرع جديده
بتخاف انه تفوت ابنها عليها، هذا ما بنعرفه، لازم دائما الروتين المتكرر. هو لو ما له فرع مهم وحيكون له احتياج فنحن ما اكيد ما صار عندنا هذا الفرع. فكمان انه لا، حتى لو فرع جديد نحن نسال عنه ونشوف مستقبله ونشوف يا ترى ابننا هو هل مناسب له ولا لا. حتى صار في عنا عن طريق وسائل، خلينا نقول حتى عن طريق الانترنت، في عنا مواقع للجامعه، مواقع للمعاهد، كمان بامكان الطالب والاهل انه يدخلوا عليها ويشوفوا يعني يقرأوا عن هذا الاختصاص، يبحثوا عن شو ممكن يكون مستقبله وشو خيارات فرص العمل عنده، وكمان هل تتناسب هي مع ميول الطالب واتجاهاته. بالنهاية بعد ما يكونوا لموا بالمعلومات عن هي الاختصاصات المتوفرة، يعمل الطالب هو وأهله موازنة بين إيجابيات وسلبيات هي الاتجاهات، ويشوف أنه مثلا أنا إمكانياتي بتدعم هذا المجال أكثر، أنا مايل لهذا أكثر، بيصير أنه مثلا عبدو خلينا نقول أي أكثر نقاط إيجابية وبتناسبني وبتناسب ميول اتجاهاتي، فممكن الطالب يختارها ويتجهها. أكيد. ويمكن صرنا نسمع هلأ كمان عن كتير من المجالات اللي بحاجة لأختصاصيين، بس للأسف نحن عنا شيء أكاديمي يدعمها بس ما في ناس كتير بتتوجه لها، مثل صيانة الحاسب، صيانة أجهزة الموبايل. بتلاقي بالمحلات أنه هذا بالخبرة بيعرف، بيشتغل كل موبايلات العالم تماما، بيشتغل بالخبره، بس ليش؟ لانه نحن الفروع عندنا موجوده، صيانه وعندنا هندسه المعلوماتيه وعندنا كثير هندسات، ولكن كثير قليل بفوتوا عليها لانه بيعتقدوا انه هو مجاله مو ماشي، علما انه هو يمكن هو الماشي ماشي اكثر وانتاجيته حتى اعلى من غير افرع. يعني مشان هيك حكينا النقطه كثير مهمه، انه الطالب هو هلا ممكن يكون حس حاله انه هو اتجاهه معلوماتيه مثلا، فبس هو يشوف سوق العمل شو اللي هي انا بدي فوت مثلا، مثلا بس علاماته ما ساعدته تفوت هندسه مثلا، ممكن يفوت شيء معهد معين انه مثل ما ذكرتي صيانه، شيء بيكون منه في اتجاه وميل عنده بيساعده انه يتخطى وينجح. وشغله ثانيه، سوق العمل هي متطلبه هذا الشيء، يعني كثير نحن مهم انه الطالب وقت بده يختار الفرع يعرف تماما، يدرس هذا الفرع نفسه شو هو ممكن يحمله، شو يعني من مثلا من مواد، من اتجاهات معينه، شو مستقبله وشو فرص عمله لاحقا، لانه حتى فرصه العمل بعدين، يعني هو مثلا بحبه الاختصاص بس بعدين ما في فرصه عمل له، شو استفاد؟ اخر شيء حيرجع باحباط انه انا درست روحت عمر، فبصير بدوامه. لا، نحن من البدايه ندرس الخيارات المتاحه بشكل جيد وبعدين نتخذ القرار المناسب. فعلا رندا عم نحكي عن نقطه كثير مهمه، يمكن ما كان في درجه هي الوعي زمان سلمى انه نحن نختار الفرع يلي بنلاقي له فرصه عمل، بالرغم انه بنقول اي شخص مبدع بمجال معين فهو اكيد حيلاقي فرصته، لكن للاسف مثل ما قلنا في كثير اشخاص تعبوا ودرسوا لكن للاسف هي غير موجوده بسوق العمل او قليلة كتير. بالنهاية أكيد خلينا نركز على دور الأسرة إن كان بإعداد الطالب لدخول هذا الامتحان أو حتى لتلقي النتيجة واختيار الفرع المناسب له. الأسرة 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 هي الداعم الأساسي، يعني قديش بنقول الأسرة هي المشجع والداعم، بتأمين بيئة راحة نفسية للطالب، بتشجيعه، بتعليمه تحمل المسؤولية، إلها دور كتير كبير سواء قبل أو خلال أو بعد الامتحان. هلأ قبل وخلال الامتحان إنه بتوفير جو هذا داعم، انه محفز للطالب ليدرس، وبعد الامتحان هي خلصت ما يكون فيها وعيد والله يعينك، وهذا بالعكس بيعيش الطالب بحاله ذعر وقلق ورعب، بتاثر بعدين على نفسيته. وحتى بعدين انه ما يكون في عتاب ولوم، لانه فعليا هلا ما عاد ينفع خلينا نقول اي شيء، لانه نحن ما بالاصل عودناه الدراسه الصحيحه وانه يتحمل مسؤوليه، فمشان هيك انه الاهل يتقبلوا الشيء النتيجه اللي توصل للطالب، وخصوصي احيانا ممكن طلاب، في بعض الطلاب عن جد تتعرض لظروف صعبه خلال الامتحان تعيقهم هي من الاداء الجيد. حاسه اليوم تمام، ما في اكثر منها هي الضغوطات والظروف. تمام، فمشان هيك انه الاهل يقدروا هالشيء، يعني هو ممكن الطالب عايش بضغط نفسي، تعرض لحادثه معينه، حادثه وفاه من قرايبينه، يعني ممكن يسبب له ضغط اثر على ادائه، فهون الاهل يكونوا واعين بحاله الطالب بانه بالعكس انه نحن منيح اللي طلع معك هيك وانت بظل هالظروف، لو كان انت ما عندك هالظروف تعرضت لك انت حتكون افضل. مهم بقى بيرجعوا بيدرسوا الخيارات، يا ترى هل الطالب حابب يرجع يعيد؟ يا ترى هل هو هالمجموع حيعتمده ويبحث عن اختصاص جامعي مناسب له؟ وعلى اساسه الله يوفق الجميع يا رب. اكيد. وبدنا نحكي عن قصه الثواب والعقاب فرح، يعني مرقتي فيها سنة؟ اي طبعا كلياتنا مرقنا فيها بكل الشهادات. عن التهديد والوعيد كله. نصبح اكيد على والدي. صباح الخير ماما، تذكري هلا تذكري هلا بتذكر على الهواء. يعني قديش كان هي المرحله ويمكن هلا عم بيعيشوها طلابنا، وبتختلف الادوات، يعني مثلا موبايل ما في الا تخلص امتحان، هي احد
الامور اللي بتوقع انه هي عم بتحفز، او مثلا ما تطلع من غرفتك للساعه الفلانيه، علما انه هو ممكن يقعد قدام الكتاب 10 ساعات بس مو شرط يدرس. يعني هي كنا كثير نحس فيها حاله الصفنه، وفي ناس كثير بيزيد وزنها بالامتحانات لانه بتصير كل شوي بدي اكل بدي اكل بدي اكل، وما فيك تقولي للطالب او لابنك انه لا ما تاكل، مو ممنوع الاكل. فبالتالي قديش بدنا ندرس حتى طريقه الثواب والعقاب، كيف ممكن يكون محفز، انا كيف فيني اشترك معه فعلا لأتأكد انه هو عم يدرس، انه تعال مثلا هي الساعتين عندك او الساعه وشوي بسمع لك تمام نطلع نتمشى شوي، او اذا حابب تفرج على التلفزيون العاب الموبايل، ما في شيء ممنوع، بس انه خلص اللي عليك. تمام. هلا كثير نقطه مهمه، وكثير انه نحن نعرف نتعامل مع هالطالب. تمام. انه مثلا خلينا نقول مثلا مو انه نحرمه من كل شيء، يعني هو تعال قال لك قبل هالامتحان كان كل شيء مفتوح له، تمام، بهذا الشهر الانقطاع انسحب كل شيء منه، خصوصا فتره كورونا لما قعدوا بالبيت فتره طويله، تمام، كان صحيح. كل الوقت على الموبايلات، تمام، وحتى الاصعب انه بيلاقي محيطه هو قاعد كله على الموبايلات وقاعد وانت ممنوع فوت على هالغرفه، فهذا لحاله عذاب نفسي لهالطالب بيكون. مشان هيك لا، نحن كثير الاهل مهم انه هو يتعاونوا معه، نحن ما حنحرمك، حننظم لك وقتك، انت مثلا نفترض عندك هالعدد هالكم من الدروس، انت حتقسم حتعمل جدول دراسي، رح تدرس مثلا كل ساعتين انت حتاخذ استراحة، شيء انت بتحبه، حتمارس هواية، رح تمشي رح تلعب شوي على الموبايل، فهذا الشيء بيخليه انه انا ما انحرمت. حتى انه مثلا خلينا نقول هنا يحفزوه، مثلا كيف انا بتأكد انه مثلا انت مثلا بهالنص ساعة حتكون خلصت هالدرس، اعطيني لشوف اختبرك على السريع، سؤال اثنين بين معي هذا الطالب عم يدرس ولا لا، لانه انا فعليا اذا حطيته لهذا الطالب بهالغرفة وسكرت عليه ممكن يكون شارد، ممكن يكون ما عم يدرس، ممكن عم يرجيك عم يدرس بس هو مثل ما قلنا ما عم يدرس. مشان هيك لا، نحن مشان نضمن انه نحن ما نحسسه انه هي البكالوريا او التاسع هي رعب، لا هي امتحان مثل الامتحانات السابقة، رغم انها تحديد مصير، تمام، رغم انها تحديد مصير، بس هذا بيلعب انه انا بدي يكون دراستي نوعيتها جيدة. مشان هيك انت دروس، نظم وقتك وما بتنحرم من شيء، تمام؟ حتى انه مثلا بده يطلع اكيد هو بحاجه تغيير جو، حتى انه وقت بحس انه اهله موجودين حواليه وعم يدعموه، تمام؟ هذا كثير بيساعده انه هو بده يبذل جهد مشان ما يخيب امالهم، انه هو اهله كله ضاغطين نفسهم ومساعدينه حتى هو يحسن يدرس بشكل جيد. مثل ما هي انه كمان بالنسبه للاكل هي بتكون طريقه خلينا نقول للتفريغ الضغط، بيكون الطالب بيتوتر، اما في عندك بصير عندك حالتين، اما بيهجم على الاكل كثير او انه بصير ما بياكله، عرفتي؟ فهذا نتيجه التوتر والضغط النفسي اللي عايش فيه الطالب، فنحن كثير كمان مهم انه نوعيه انه انت مثلا هلا حاسس بتوتر بقلق مشان هيك زايد اكلك، خلينا نحن نراقب هذا الشيء. وقت بتحس حالك انت متوتر اطلع استنشق هواء نظيف، بتحب نمشي، بتحب هي خذ استراحات، نظم وقتك اكثر، وهذا الشيء ان شاء الله بيساعده انه على تخفيف الضغط. هلا رند، اذا بدنا نحكي شوي عن التجارب يمكن اللي شفناها او حتى اللي مرينا فيها، اوقات بنشوف انه الاهل لما بيكونوا هن بطبعهم منظمين ويمكن بيهتموا كثير بالعلم وباستكمال العمليه الدراسيه بمراحل جامعيه متقدمه، بنشوف الطالب يمكن مثل اهله، مايل لاهله، طبعا هذا الشيء ما بيتعمم، قد ايه هي الفكره صح لما بنشوف التزام اهلنا ممكن بينعكس علينا هذا الشيء؟ اكيد اكيد، لانه الاهل هنا قدوه، تمام، لكن احيانا في الشده الزايده بتولد عكس، عرفتي كيف؟ انه ممكن احيانا الاهل اذا كانوا كثير شديدين بالتنظيم قواعد صارمه، ممكن الابن اما يكون متبع هي القواعد او حتى يكون انه فوضوي، خلينا نقول، بس انه مثلا خلينا نقول انه عائله وسطيه بس بشكل عام منتظمه، خلينا انه عندها العلم كثير مهم، الطالب اكيد الابن رح خلينا نقول انه يتمثل سلوك آبائه، لأنه بالنهاية هن نموذج وقدوته، بيشوف شو عم يعملوا حيقلدهم. فمثلا إذا كانت عائلة ما عندها شيء اسمه ثقافة القراءة، فالابن ما حيجي عنده ثقافة قراءة لأنه ما شاف حدا لا والده لا والدته عم يقرأوا. مشان هيك كتير بيلعبوا الآباء دور كتير مهم، وحتى كيف بيوجهوا أبنائهم، يعني مثلا أنه بيوجهوهم أنه يستفيدوا من وقتهم أنشطة، بيملولهم أوقات فراغهم، ما بيتركوهم أنه مثلا خلص عود على التلفزيون أو على الموبايل لساعات طويلة، هذا كتير بيأثر بتنشئة الطفل، بتنشئة الولد من هو صغير بأنه يحس بمسؤولية، خصوصا إذا بشاركوه مثلا بأنشطة أنت عليك مثلا مهام تتناسب طبعا مع عمره أنت تقوم فيها، هي مسؤوليتك. هذا هون أنا عودته على حس المسؤوليه، حتى انه هو بحس بالانجاز انه انا عم حقق شيء. مثلا عندنا هلا وقت القراءه، بعدين عندنا وقت الترفيه، عندنا وقت هون وقت
هذا الطفل من هو صغير تنشا على هالشيء رح ينمى على هذا الشيء كمان وياخذ سلوك بحياته، وبعدين ما حيلاقي الدراسه وتنظيم وقته وبعدين لاحقا شيء صعب، بالعكس هذا الشيء حيقوده على الابداع وحتى يكون هو خلينا نقول ماسك زمام اموره بحياته بشكل كامل. كمان اليوم يعني اليوم كنا عم نحكي عن شيء له علاقه بالفشل وبالنجاح، وقديش يمكن هي المرحله هي مهمه لكل الناس فرح، وخصوصا للي عندهم اولاد بالشهادات. بهذا الوقت صار في معايير جديده حتى لتقييم الفشل والنجاح، صرنا نشوف السوشيال ميديا صار تدخل بهذا الموضوع، في ناس ابني جاب اعلى علامات بالبكالوريا بينزل صوره بيفتخر فيه، ناس ثانيه بتمر مرور الكرام على اداء اولادها او على نجاحهم باي مرحله، فبيحس حتى انه صار في مقارنه اخرى هو فيها، ما عاد المقارنه بالاسره وبالاقارب، صار عم بيقارن نفسه بالسوشيال ميديا. واليوم يمكن كان سؤالنا بدايه الحلقه عن هذا الموضوع، كنا عم نحكي انه قد ايه صارت السوشيال ميديا لو ما انا موجوده بحياتنا كيف كانت، وقد ايه هي عم تستخدمنا اكثر ما عم نستخدمها. خلينا نحكي حتى بنقطه الامتحانات بهذا الموضوع اللي بنشوفهم بينشروا والله نتائج اولادهم، انا ابني جاب اعلى علامات ليش ما نشرتي، قد ايه جايب، اذا ما نشرتي معناته ابنك مو جايب علامات، ما انك مفتخره فيه، قد ايه اثرت حتى بهذا المنح. تمام، هلا حقلك شغله كثير هي بتاثر على الاهل وكثير، يعني اما محبطه او انه يعني وغالبا بتسبب الاحباط، لانه هل مثلا الاهل اللي ما حبوا ينشروا نتيجه ابنهم هن ما ممكن يكون يعني مثلا ممكن ما يكونوا خجلوا والله بابنهم، بالعكس انه ممتنين انه نجح فرحانين فيه، بس نحن مثلا ما لنا بهذا الصدد، وممكن وقت بشوفوا انه الناس انه وين علامه ابنك اكيد خجلانه فيه، هذا الشيء هن بيحبطون. وفي بعض الاهالي بتصير هون بتلوم شفت رفيقك جاب هيك انت ما جبت هيك، لو عملت هيك كان نجحت احسن، فهون انه بالعكس بيضيق، يعني خلينا نقول انه هذا الشيء مثبت للاهل. هون بيجي دور الوعي الاهل انه نحن انا ما لي حابب مثلا نزل نتائج ابني، انا بالعكس فخور بابني انه طلع هيك، انا بيهمني هو يبدع لبعدين انه يشوف هو يفوت الفرع يلي بيحبه، انا شخص داعم لابني. هون وقت بشوفوا الناس حتى والطالب وقت بشوف انه اهله هن داعمين له ما عم يتاثروا بالمحيط الخارجي، هذا بالعكس بشعره بالامان والطمانينه انه انا ما عم اتاثر، ما عم يقارنوني اهلي، ما حتى ما عم يحطوني موضع مقارنه ويتروني مع الاخرين، عرفتي؟ فهذا الشيء كثير بيلعب دور وعي الاهل بانه ما ينقادوا سواء للسوشيال ميديا كيف المقارنات اللي بتصير فيها، وخلص اقتناعهم باداء ابنهم وثقتهم بابنهم ودعمهم له وتأييدهم له. بس التنافس كثير مهم اليوم بين الطلاب، كيف فينا نعزز هذا المبدا بدون ما ننساق مثل ما بنقول نحن للمقارنه ونبقى يمكن بجو التنافس؟ هلا لاقول لك شغله، ممكن مثلا انت بتملك القدرات والامكانات، شوف مثلا ما بنقر يعني مثلا ما بنقول له والله فلان الفلاني جاب هيك انت لازم تجيب هيك، لا انا بقول له انت عندك الامكانات والقدرات مالك ناقص عن هالاشخاص بامكانك تجيب، انا وقت بعزز له ثقته بنفسه انه هو عنده الامكانات اللازمه والقدرات اللازمه على تحقيق النجاح بينجح، اما انا وقت بدي اقول له شوف فلان هو جاب هو حيصير على فكره حيحمل شعور الكره تجاه هذا الشخص، ما حياخذ انه انت عم تحفزيه، بالعكس هون احنا عندنا في فروق فرديه، في عندك طلاب هي بتتحفز بالمقارنات وفي طلاب ما بتتحفز، بالعكس تاخذ رد فعل عكسي، مشان هيك انا بدي اكون على درايه ابني انه يا ترى هو بيمشي هيك بهذه النوعيه من التحفيز ولا لا، ممكن بالعكس توتريه انت، مشان هيك لا انا بدي اعرف الطريقه المثلى لحفزه على التنافس، تمام؟ وحتى ينجح معي يعني حتى يستجيب معي ما ياخذ رد فعل عكسي. كمان احيانا عرض التجارب بيكون مهم طبعا. بس بطريقه معينه، يعني نحن دائما بالاعلام لما بناخذ تجربه متميز بنحاول نحفز من خلالها بطريقه ايجابيه طبعا. وكثير اوقات المتميزين هن لنفسهم بيفاجئوكي، كان باختياراتهم للفروع اللي بدهم يدخلوا فيها او كان حتى بطريقه دراستهم، فهون بدي اسالك رند عن تجربتك الخاصه، كيف كانت انت مع شهاده التاسع والبكالوريا طبعا. كيف كان تعامل الاهل معك وكيف هلا عم تعكسي هي التجربة مع المحيطين هلأ طبعا. بعد ما صرتي اختصاصية بالإرشاد النفسي؟ تمام، هلأ صراحة كان الحمد لله خلينا نقول إنه الجو كان داعم وخصوصا الوالدة فكانت كثير محفزة وداعمة إلي. بس ليش عم تضحكي رند؟ أضحك تذكرت شيء؟ لا عم بتذكر صحيح رجعتيني شريط ذكريات. شو درستي رند؟ أنا خلينا نقول أنا درست
جازي ارشاد نفسي بجامعه دمشق. كنت من المتفوقين؟ خلينا نقول جيد الى حد ما، 190 كان معدلي صافي. وما يعني ما حدا قال لك انه ليش فتي هذا الفرع؟ لا 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 ابدا عن رغبه. بالعكس انا بعد ما طلعت نتيجه البكالوريا صرنا نشوف شو هي الفرص المتاحه، حتى نزلت لجامعه دمشق، نزلت لوزاره التعليم العالي، صرت اسال واستفسر اكثر. صراحه كان في ضمن خياراتي هي الارشاد النفسي اول فرصه، بعدين اعلام، وفي عندي حقوق. انت كنتي حابه يعني؟ ايه تماما، يعني انا كان هي رغبتي الاولى ارشاد النفسي، لانه صراحه كنت سائله وانا كان عندي ميل انه تحليل الشخصيات، معرفه الافراد، فانه هي كان كثير عندي اياها. فمشان هيك انه سمعت عن الارشاد النفسي كان هو فعل، يعني خلينا نقول هو فرع حديث نسبيا وانه في له مستقبل وحلو. لو كانوا عم يقولوا انه يمكن بسوق العمل او بالحياه ما انه كثير مطلوب، هو تماما لانه عندك المجتمع بدك تحدي هاد كان هيك. صحيح، بس انا كان عندي خلص انه كثير حبوا لهذا الفرع، فوالله انه شجعوني كثير الاهل، وبالعكس فوتي هذا الفرع وسجلته والحمد لله، لاني فتته على الرغبه. كان خلينا نقول كل سنه بسنتها كان المواد، يعني الحمد لله ما ولا ماده كنت احمل، يعني انه ادرسهم والحمد لله انجح فيهم كلهم. بدنا نشكرهم أكيد لاهلك، لانه أكيد لو ما كان في هذا الدعم وهذا صحيح التقبل ما كنا شفنا هذا الوجه الشاب اللي فعلا هو مثل ما بنقول قد هذا الفرع وفعلا ابدع. يعني نحن متعودين الصوره النمطيه انه ارشاد نفسي واجتماعي معناته اعمار معينه، ما بنقبل انه نسمع راي او نصح الا من شخص يكون بعمر صحيح معين. صحيح، بالعكس هلا صرنا عم نشوف اختصاصيين نفسيين وارشاد نفسي باعمار صغيره دارسين وعندهم قدره انه من خبره الحياه كمان كثير، مو بس هيك يعني حتى اعمارهم، يعني هلا مثلا رند مانا السن اللي كثير كبير صبيه بس قدرانه لانه هي حابه هذا الفرع، فهلا اليوم كمان نموذج، يعني اليوم رند هي نموذج وهي بنفس الوقت عم تحكي لنا عن المعلومات. تمام، فبعد الحمد لله بعد التخرج سجلنا على الماجستير ارشاد نفسي، وهلا يعني في ان شاء الله. هي سلمى، حالة السعادة لما الشخص بيحس انه هو فعلا نجح رغم كل التحديات ورغم كل الظروف باختياره، كان اختياره هو صح. هذا الشيء يمكن سلمى بضل شاكر لاهله كل العمر وللوسط المحيط اللي دعم وشجع، انه قد ايه هن كانوا جزء كبير من هذا النجاح. اكيد اكيد كان جزء كثير كبير، لانه خليني اقول خلال فترة الفحص أنا شعرت بالضغط النفسي، بالقلق، التوتر، فكان إنه مثلاً تنظيم الوقت، راجعي درسي، نحن بنسمع لك، نحن هاي، هذا كثير كان محفز وداعم، رغم إنه أنا كانت خلال السنة كلها منظمة الوقت، كل درس بدرسه، يعني لدرجة، بس ضغط الامتحان وشهر الفحص هو لحاله بسبب قلق للطالب، فمشان هيك بيصير بده مساعدة من الأهل بإنه يوجهوه كيف يستفيد أكثر من وقته، كيف ممكن هن أحياناً يسمعوا له، ممكن يحفزوه، يطلعوه مشوار، يغيروا له جو، هذا الشيء كثير داعم ومساعد له. حتى في فروقات بين الطلاب، بعض الطلاب بنشوفهم يمكن بساعات دراسة أقل من البقايا، ممكن يكون عندهم تحصيل كثير منيح، والبعض الآخر يمكن بياخذ وقت أكبر وأطول، هذا الشيء كمان قد بيرجع لتفهم الأهل قدرات أولادهم. تمام، في طلاب بتلاقيها عندها قدرة سريعة على استيعاب المعلومات، طلاب بتلاقيها بتحتاج لوقت أكثر، هون التقدير الأهل وإنه المهم الطالب يحصل على المعلومة بشكل جيد. أنا ما بيهمني إنه مثلا يرجيني على أساس حفظ المعلومة صم وما بالآخر شيء ينساها، لا، أنا بيهمني إنه يعطي وقت دراسة، يعني خلص حقها للدراسة مشان هو يتمكن من المعلومات وإن شاء الله لبعدين يعني وقت الامتحان يقدم بشكل جيد. أكيد. طيب خلينا كمان اليوم نحن هيك حكينا باستفاضة، حابين نعطي كثير معلومات عن كل اللي عم يحضرنا حاليا، قديه مهم كمان بعد خليني أقول بالسنة الأولى، في كثير ناس بتفوت فرع وبعد وقت معين بتحس إنه لا أنا غلطت وما بنفع بهذا الفرع شو ما كان يكون، وهون بتيجي بقى الخلافات، لا ما رح تغير الكلية، لا بدك تضل فيها، لا ماني ضالل فيها. في ناس تترك الجامعة وما بتكمل بقى، ما بتكمل دراسة لأنه ما نجحت بهذا الفرع، رسبت أول سنة تاني سنة وأهلها ما قبلوا أنه هن يفوتوا فرع تاني. هلا شوفي، هون بيجي بقى النقاش مع الأهل، توعية الأهل، يعني أنا يا ترى هذا الطالب يكمل دراسة ولا خلص يترك؟ لا، إذا هو لقى حاله ما مشي بهذا الفرع وحاسس في عنده ميل واتجاه آخر، لا، الأفضل أنه يتناقش مع أهله ويشجعوه أنه يفوت على هذا الفرع الآخر، لأنه فعلياً حيفشل خلال الفرع، افترض يكمل هالدراسة بهالفرع بس هو بعدين ما حيمارس المهنة اللي هو تخرج منها لأنه هو بالأصل مو حابب هذا الاتجاه. فأنا ليش كون أنه
او يرجع بعد خلينا نقول ما يتخرج يدرس من اول وجديد، انا قديش عم اقطع عليه سنوات من عمره لحتى بس انا متكمش بهذا الاتجاه؟ لا، انا خليني اتناقش معه، ابني هيك رايد، حاسس حاله هو موجود بهذا المكان رح يبقى ابدع فيه، لا انا شجعه وفوت هذا الاتجاه ودرس. حتى لو احيانا احنا في عندنا هذا الموجود بالجامعه انه بالسنه الثانيه نقل لفرع اخر، انه مثلا تبديل، طبعا في شروط معينه بيكون هذا، هو يشوف انه انه الفرع هو بيرغبه ويبدله، بالعكس هو خلينا نقول تروح سنه ولا يروح اربع خمس سنين. تماما. بالختام دان اتمنى توجهي بنصيحه، خلينا نقول هي الخط الاحمر او الخط العريض ان كان للاهالي او حتى للطلاب، وهلا بما انه رح نخلص الامتحانات تمام. ففتره الاقبال على النتائج واختيار الفرع المناسب لكل طالب. اول نصيحه او خلينا نقول انه الاهل يكونوا هن الداعمين والمشجعين لابنهم، يتمتعوا بالهدوء النفسي، يتقبلوا النتيجه مهما كانت، يشجعوا ابنهم، يشجعوه انه يفوت المساري اللي هو بيرغبه وبيلائم ميوله واتجاهاته، لانه هذا الشيء اساسه الطموح وخلينا نقول اساس النجاح. تمام، انه هو يفوت الشيء اللي هو بيرغبه. شغله ثانيه انه نحن بحاجه كل التخصصات بمجتمعنا، مشان هيك ما في تخصص نقول انه هذا الافضل، لا انا الافضل لابني شو اللي بيناسب امكاناته واتجاهاته وميوله. وبالكمان انه الطالب هو يسعى انه يفهم نفسه هو شو بيرغب وشو بيحب ويفوت هذا المجال، والله يوفق كل الطلاب يا رب هالسنه وينجحوا باعلى العلامات ويحققوا مرادهم ويفوتوا الاختصاصات اللي هن بيرغبوها. طيب كمان شو في شيء يمكن هيك، نحن حكينا عن كثير شغلات مرتبطه بالامتحانات بهذا الوقت، حكينا عن حتى مفاهيم ثانيه يمكن لها علاقه بهذا الشيء، الفشل، النجاح، المقارنات، الثواب، العقاب، شو في شيء لسه يمكن نحن يعني نغفل عنه وهو مهم ومفهوم مهم ولازم نكون موجود معنا؟ هلا خلينا نحكي مثلا هو المستقبل، دراسه المستقبل، انه الطالب هو هلا هو نحن حتى توجهنا له شوي برسائلنا انه كيف الطالب عنده اكيد هلا قلق مستقبل انه انا حفوت الجامعه مثلا، خلينا نقول شيء هي بنسمع مرحله حلوه بس ممكن تكون مجهوله له، تمام، انه يفهم اكثر جو الجامعه، كيف ممكن حتى السنه الاولى يحضر لها بشكل جيد، كيف ممكن يستعين بتجارب الاخرين كيف كانت بالجامعه، يسمع كيف تخطوا هي المرحله، حتى انه مهم كثير يعرف يخطط للمستقبل، انه انا شو بدي اعمل بحياتي، انا شو ناوي اكمل، شو ناوي اتجه اي اتجاه. هلا في كثير حلو انه مثلا في طلاب بتكون مخططه على درجه وعيها، هذا بيلعب الوعي الطالب، انه مثلا انا بدي اتطوع لاخذ خبره تطوع، لحتى ممكن يكون مخطط لبعدين بده يقدم على منحه، ممكن بده يسافر يكمل دراسات بدول برا، فمشان هيك انه هذا وعي الطالب بانه انا شو بدي اعمل كثير مهم بهي المرحلة على فكرة، لأنه هون ببلش يكتسب الخبرات من السنين الأولى بالجامعة، إنه يفوت يعني يكتسب خبرات تساعده لبعدين إنه هو يحقق الشغلات يلي هو عم يخطط لها أكثر. تماماً. أكيد كل الشكر لك رند لكل المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا إياها، وبدي وجه تحية عن جد لكل الأهالي سلمى اليوم، لكل الطلاب يلي رغم كل الظروف وكل الضغوطات مستمرين وحتى رح يحققوا طموحها كتير كبير، فكل التوفيق لهم. أكيد فرح بدي ضم صوتي لصوتك، بدنا نشكرك أكيد أستاذة رند، وأكيد بدنا نقول لأهالي كل الشهادات، ما تخجلوا بأي علامات بيجيبوا أولادكم، هي فرصة والحياة مشوار طويل ونحن بحاجة لكل الاختصاصات. صحيح. ما في اختصاص هو فقط اللي نحن بحاجته بسوق العمل. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية وبتشكركم على هالبرنامج الرائع والموضوع الحلو اليوم يلي كتير بيهم الأهل والطلاب ككل، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك.